أعزائي المشاهدين، أهلا بكم، ومرة تانية رجعنا لكم ببرنامج مقالي اسمه ألميريا أسد الأندية. بنصور أول حلقة وهي حلقة مجنون نادي ألميريا. الحلقة دي هنصورها في بولاس. في ماتش مهم جدا شغال، وهندخل نضايق الناس علشان يتفرجوا على ماتش ألميريا. فريقي ألميريا، فريقي ألميريا، كرة إسبانية، كرة إسبانية، طريقة عالمية، طريقة عالمية، شعبية عربية. سقف لفريق الدار، قالت احذروا فريق يلعب من غير مركبات، احذروا فريق يلعب من غير حسابات، من غير تعليمات. باشا عايزين نتفرج على ماتش ألميريا يا باشا. يعني انا اقوم الرجاله ده عشان اتفرج على باشا ألميريا. اقوم الرجاله كلها يا باشا. شوف شكلك مالكش في الكوره يا واد، اقسم بالله. مؤاخذه يا باشا، بقول لك الرجاله دي كلها حسابها عندي، شوف منهم عايز ايه انا اتبعه. يا عم جنبي عليك ايه بس؟ يا عم الرجاله دي لو في حد بيدفع بيهم في المشروب 10 ندفع 20 او ممكن كام؟ شوف يا باشا، انت حالك والراجل ده عايز يظبط معاك الكلام. يا باشا بص اللي انت عايزه يا باشا، اللي انت عايزه بس كده. انت وهو وهو هي خلاص. هقف عليا يا رجاله، ماتشات العالم عدوا وماتش عزيز. خلي بالك يا باشا، يا عم ما سيبك عندي يا عم، عشان انت سيطر مش انت ماسك الهوا. بس انا يا عم خلاص، عندي انا الكلام ده. تعالى بس يا عم، تعالى بس، تعالى يا عم. ايه بيجيلك عنه؟ فهمه غلط، فهمه غلط. ويا ويا اوعى ولا بس خلاص يا رجاله، هقف عليهم. عايز تهدى سلك النية، عايز تهدى سلك النية. يلا يا عم الماتش اهو، بس يا عم في بيلعبوا صدق. انت راجل ايه؟ طب هو وهو وهو وهي، كله يشجع ألميريا، كله يشجع ألميريا. بص يا باشا، انت راجل جواك كوره، دور على في ايه يا عم؟ في ألميريا ناشفه ولا طريه؟ بس كده روح.
بس تعالى وانش ويا كابو ده الشاكوش بتاع المرية اللي بيرفع وتشجع مين يا اللي ايه راحوا جاب الهرم ولينا نزغم الكافي عفان ايه يا حلاوه الجمال ده حبيبي يا عم محسن طب من ايه يا حاج فين يا حاج روق على حالك بس يا حاج عم انا روق ده خك على الله ايه حاضر يا حاج احنا بنتفرج على اي حاجه تعجبنا حاضر يا حاج هنفرجك على اللي انت عايزه يا عم الحاج احنا بنتفرج على اي ماتش يا حاج انت مش كنت بتقف جون لا يا عم انا والله انت كنت بتقف جون شكل حارس مرمى حاج انت حارس متعادل يا عم توقع على عم حسين يا عم انت ايه يا عم فين يا عم انت مش سالم توقع على الله يا حبيب الله سالم ايه ده معايا وصل بس رجاله احنا بنهزر معاك بنهزر يا عم انت ينفع كده انا يا عم بس ينفع كده يا رجاله بس رجاله بنهزر بس احنا بنهزر معاك معلش بنهزر يا صاحبي بنهزر معاك وده مقلب معلش يا حاج احنا بنهزر معاك ايه دي بس يا استاذ خلاص اهدى بس خلاص يا كابتن معلش يا كابتن ايوه بنهزر معاك والله روق يا كابتن بس خلاص يا جماعه خلاص احنا شغل المريه شغل المريه شغل المريه خلاص شغل المريه نفسي حاجة حاجة ما أزكى ما شكله يا عم مش هذا يا عم أزكى قلها يا عم استاذ ليش التفاهم عليش ما فيش حد يقدر يتحدى عليكم أنتوا فوق دماغنا والله العظيم وبنحييكم من المرية وتحية كبيرة لكم من نادي المرية ورجالة نادي المرية وهنسمعكم حاجة لكم مخصوص يا عم المرية يا جميلة يا مرية وعدو مكتوب عليا ومسطر عندي كتير ومسطر عندي كتير